أبو النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله. نعم. بابا في محمد صلى الله عليه وسلم يابيل عبد الله. وجده يعني أبو الأب عبد المطلب. إلى بابا بابا عبد المطلب. عبد المطلب. عبد المطلب. المطلب. نعم. طيب هؤلاء يعني من قريش. قريش. وقريش من العرب. قريش عرب. والعرب من ذرية إسماعيل. إسماعيل. ابن إبراهيم. إسماعيل كاسون إبراهيم. عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Avec nos prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, the best of salam qui nous capable de dire aux autres. Ummuhu Amina bint Wahab. Son maman sallallahu alayhi wa sallam s'appelle Amina bint Wahab. C'est son maman. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kan lahu afdal nasab fi qawmi. Afdal nasab. Afdal nasab, a'la nasab. Na'am. Ça veut dire maintenant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son généalogie, il y a une parmi les généalogies plus haut qu'ils sont capables de connaître depuis côté de nez. تزوج عبد الله بآمنة بنكاح صحيح. Et son papa Abdullah, il mariait son maman Amina avec un nikah, un akmayaz authentique. ومات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا ولد عليه الصلاة والسلام يتيما، يعني مات أبوه قبل أن يولد. نعم. بابا في محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله المور avant que رسول الله صلى الله عليه وسلم يني، et c'est pour ça que رسول صلى الله عليه وسلم عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم فرح به عبد المطلب جده وأخذه وأدخله إلى الكعبة. إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم son grand papa عبد المطلب. نعم. إن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تسوي إن أنت غيري dans Al-Ka'bah.